أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من أتى امرأته في دبورها ثم تاب إلى الله بعد ذلك فسأل عن الحكم فقيل له يفرق بينكم ولم يفعل، وكان ذلك منذ أكثر من 9 سنوات؟ اللي قاله يفرق بينكم هذا كذاب، ما يفرق بينهم، هذا كلام باطل، ما يفرق بينهم، لكن هو فعل محرما فعليه التوبة إلى الله ولا يعود لمثل هذا العمل، عليه التوبة والندم والاستغفار ولا يعود لمثل هذا العمل الخبيث. وأما زوجته فهي باقية في عصمته ولا يفرق بينهما.